ومعاذ نبي تطربنا. والله انا شايف انا عندي موال بس انا خاف الصراحه اطول يعني لانه حبيبي. لانه لكن انا اتمنى 9 دقائق تقريبا. 9 دقائق عطنا زبده الصوت عطنا شيء لان اتوقع طيب. عندك معلقه ما يمديها الوقت طيب لا شوف خليه يبدا طيب انتم شفتوا اني طولته بقول موال اني شفتوا ابد روح روح ابد من لحظاتي القديمه لا لي ولا شيء الله الله لكن من اللي تعلمنا عليه الله عليك من الاشياء اللي اي ما شاء الله بسم الله. لولا الرسول وشرع الله ما بزغت لولا الرسول وشرع الله ما بزغت شمس لعرب وصرح المجد لم يقوم لولا الرسول وشرع الله ما بزغت شمس لعرب وصرح المجد لم يقم الله أكبر الله أكبر الله أكبر قد دوت بكعبتنا يا راية الله خفقا في سمائهم عار على أمة عار على أمة دان الوجود لها أن يستبيح حماها خائن الذمم كنا أساتذة الدنيا وسادتها ما بالنا اليوم أصبحنا من الخدم لا 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 لست أرضى من التاريخ ملحمة إن كان فيها إن كان فيها مداد من زهيد دمي موكب النور هل تخبو مواكبنا إني لألمحها إني لألمحها إني لألمحها نورت الأمم ها ألمح الليل قد لاحت نهايته لا يشرق الفجر إلا في دجى الظلم لا يشرق الفجر لا يشرق الفجر إلا في دجى الظلم تورطت بالتون بس عاد ما شاء الله ما شاء الله والله رايق العمل هذا الميل هذا من قبل ما ولد العمل ما شاء الله تبارك الله انشدوا براتب انشدوا بعابد انشدوا كبار المشدين القديم ها ابو عابد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله حبيب قلبي ايوه الله يبقيك يطول لي في عمرك تحتاج ظهير لا 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 ابدا لا وضع كويس لا لا وضعه مو تمام نهائيا من هو؟ كل ما فك يده عاد يسال سؤال لا قلت لا 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 والله عمي وش فيك؟ استاذ الفاضي ما وجدت في الجائزه هذه مهنه تمتهنها مستقبلا؟ الا والله طبعا هدفي مذيع اخباري لكن حاليا عندي التحصيل العلمي بعد ان شاء الله بتوجه لما لقيت عروض الهدف والعروض لابد عقب نجم اعلام لابد من ضمنها بالتلفزيون السعودي ما شاء الله وبعض القنوات القريبه من التلفزيون السعودي وان شاء الله قريب 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 ان شاء الله من القنطره قريب من التلفزيون السعودي الله ييسر امرك ان شاء الله الله يستر تواجد العروض يعني نجاحك بعد فضل الله سبحانه وتعالى الله بارك يا حبيبي ما قصروا بدعمنا وما قصروا بوقفتهم معنا الحمد لله ما شاء الله تبارك الله الله يكتب لك الطيب يا غالي وين ما كان يا رب زين انك شربت مويه اللي بدور عليك ايوه مهدها يرضى لي عليك سمعنا شيء اول شيء ترى يعني انا بلشت يوم جلست جنبك ما اخفيك يعني ما شاء الله تبارك الله شخص متحدث يا بعد راسي انا اخاف من المتحدثين صراحه يعني
ما شاء الله لا اله اجزمت الان اني من جمهورك معك. الله عليك مبروك طاري هنا الشباب ما شاء الله بس كل واحد له ميزه ما شاء الله انا اخاف من المتحدثين الخبز ايوه الشخص المتحدث اخاف من يجلس مخبز ما شاء الله معطينا ابدا تلعثم لا جيت هذا لا لا ايش دعوه تلميذك الله يسعدك ما شاء الله تبارك الله والاخ خالد منشد ما شاء الله خالد عبد الرحمن ما شاء الله لانه يبغى يجيب ما بين رفرف عندي هو الان لا والله اسلم يا حبيبي طبعا احنا تكلمنا على طاري الحان ترى صوت رائع من الحان اللي قريبه لقلبي ولكن ما نزل العمل لاني كنت بخاطري اني انزله كليب حلو فقاعد اشتغل عليها الحين انتهى من كل شيء لكن باقي تنزيله وان شاء الله الخطه انه بعد رمضان بنزل صورت ولا لسه ولا باقي ولا لا 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 الخطه ان شاء الله اني بصور الله ييسر لك امرك ان شاء الله طبعا هو كلمات الشاعر فهد مساعد نوجه له تحيه ونوجه له تحيه والحاني مهندسة محمد كامل يعني العمل متعوب عليه ما شاء الله توزيع محمد كامل معليش تقول جاهز الصوت جاهز ما يحتاج استاذ محمد سيد معنا انا لقاع يا الله صابي لا منك فشلت صابي لا منك لقيت ان من يكره نجاحك يدري انك ما نجحت امس ضقت ورحت اقلب ذكرياتي وانتهيت عند صورة طفلي صوته مثل صوتي لانجرحت وش مثل لا والله إلا هذا أنا يوم ابتديت أنطق حروف أنت لعثم في لساني لما دحت هذا أنا يوم الحياة في نظرتي عشرين بيت ومسجدين ومدرسة من طين كم فيها اصطبحت تفضل احد المهرجانات كنت انا مهندس صوت وشارك به هو بلايباك بلايباك انا طبعا كل بعد مهرجان يصير عندي استديوهات المشاهدين كلهم فعندي ارشيف كامل يعني لو اقدر ما شاء الله ابيعه ما شاء الله ما شاء الله لكن انا ما غالبا ما انسخ شيء يعني من الاناشيد هذه نسختها حطيتها معي بالسياره لان ابداع صراحه ما شاء الله تبارك الله يعني اللي يبغاك يا محمد ايش اكتب؟ محمد العرين محمد العرين محمد العرين قلت قبل عندك قناة اليوتيوب ما شاء الله محمد العرين بتحصل ما شاء الله فيه مليان ما شاء الله طبعا نفسه ونفس ما شاء الله صالح الغيمشي وعبد الله طبعا انا منتهي من البوم لي خاص قبل تقريبا سنتين منتهي من البوم كانت هذه احد قصائد البوم هي ويا صاحبي واللي بالقناة لكن البوم انتهى على بداية طفت الناس بالشيلات فما كتب الله انه ينباع لاني متكلف عليها انا حوالي 30,000 الله اغلى سعر وصل له 10,000 طبعا ما رضيت انا اخر شيء بديت اقول خلاص 10,000 ايه جاء واحد قال لي شوف عندي عرض اني اخذه ابيعه لي المكسب ولي الخسارة يعني انا ما اطلع بشيء جيت قلت بدل ما ابيعه وبدأ كذا استفيد من البوم انا اني انزل كل فترة انشوده بالقناة سنجلات كذا ايه فالحمد لله الحين نزلت 3 ما شاء الله والباقي ان شاء الله طبعا الفكره توه جايه احرقنا احراق الشيلات يعني المنشدين يعني كثير المنشدين دخلوا مجال الشيلات لكنه البتل على طريقه انشاده هذا احترق جميل. هو انا اقول كل فتره ان شاء الله ايه شرفتونا الله يشرفكم يعزكم ان شاء الله يبلغوني الاعداد في الكنترول العشاء جاي في الطريق بس واجهتهم زحمه شرفتونا انستونا الله يسعدكم ان شاء الله وصلنا نهايه حلقتنا يعني الحلقه ذا بعد العشاء ابد بعد العشاء قبل تاخذها اللي ريح اول ما تسكرك الله يعزكم ان شاء الله اعزائي المشاهدين استمتعنا معكم اليوم ان شاء الله مع ضيوفنا الله يرعاكم ان شاء الله نلقى ثاني الاسبوع الجاي باذن الله استودعناكم الله سبحانه من كل مكروه فالكم التوفيق اينما كنتم الله آمين وياكم مفايح العابد وراضي المطير شفت الندى سهير في بيتنا الكبير في بيتنا الكبير يعمنا السعاد ونجومنا تنير سمانا والبلاد في بيتنا الكبير يعمنا السعاد ونجومنا تنير سمانا والبلاد من فايح العابد وراضي المطير شفت الندى سهير في بيتنا الكبير
من فايح العبير وراضي المطيب شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير في بيتنا الكبير في بيتنا الكبير من فايح العبيد وراضي المطيب شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير من فايح العبيد وراضي المطيب شفت الندى سهيل.